المستوى، الكار في المستوى، ها سميتو حتى التسيير خصها تكون في المستوى، واللعابه حتى هما في المستوى، والمدرب راه زعما النتيجه الا ما جابوش هذه النتيجه في تطوان، والمدرب راه خصو يجمع حوايجو. الجوده ديال الحافله يعني جوده عاليه، من احسن الحافلات في المغرب. نتمنوا ان هذه الجوده هذه ان شاء الله تدخل بالبركه للفريق واللعابه كلهم، وتنتمنوا للفريق التوفيق والفريق المسير حتى هو كذلك التوفيق. ومرة أخرى نشكر كل الدائمين ديال هذا الفريق ديال هذا النادي